قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج يوميات المقاومة. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيفنا في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج يوميات المقاومة، الأستاذ الناشط السياسي والإعلامي عوض العولقي. مرحبا أستاذ عوض. مرحبا فيك، وألف شكر لك أستاذ غسان على استضافتك، وتحية لك وتحية لجميع المشاهدين الذين يتابعونا الآن. أهلا وسهلا فيك. في البداية مشاهدينا الكرام، نعرج نحن وإياكم قليلا على مجريات الأحداث خلال 24 ساعة التي أنقضت. كثير من الأحداث، كثير من الأمور، كثير من الانتصارات، كثير من التقدم حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية البطلة في أكثر من جبهة وأكثر من منطقة، في كل جبهات المواجهة التي تخوضها ضد الانقلابيين الحوثيين. البداية مشاهدينا الكرام من جبهة قعطبة. في قعطبة مواجهة عنيفة حصلت خلال هذه ال 24 ساعة الذي انقضت بين المقاومة الشعبية هناك في قعطبة ودمت ومريس، مقاومة قوية وباسلة وصامدة في هذه المنطقة، معززة كذلك بدعم ومساندة من أخوانهم في المقاومة الجنوبية في الضالع. مقتل 35 مسلح لقوا مصرعهم ليلة أمس، أبرز هؤلاء القيادي أبو شهيد. والمقاومة في منطقة قعطبة تحتفظ بجثة هذا القيادي أبو شهيد ومعه عدد من رفاقه. في محافظة تعز المقاومة هناك صامدة، ومقتل القيادي أبو محمد الحوثي في معبر الدحي في تعز. حدث أو تم اجتماع قيادة المقاومة هناك مع الجيش الوطني في محافظة تعز، و تم وضع الخطط والاستعدادات والترتيبات، كما تم التأكيد على الاستمرار في المقاومة والقتال والمواجهة حتى يتم تحرير محافظة تعز بالكامل من الانقلابيين قوات المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي. في محافظة صنعاء وفي العاصمة صنعاء غارات تقوم بها طائرات التحالف على مواقع وثكنات الحوثيين، أبرز هذه الغارات كانت على مواقع وثكنات الحوثيين في منطقة نهم. الجيش الوطني والمقاومة يتقدمان في جبهات المعارك ويسيطران على منطقة المدفون والتقدم باتجاه منطقة بران. في محافظة إب المقاومة تتحرك. صحيح المقاومة في محافظة إب قد ربما تكون هادئة، لكن تكون لها فزعات وتكون لها غزوات هناك. مقتل 9 حوثيين إثر استهداف طاقم تابع للحوثيين في عقبة سمارة، أو عفوا في منطقة سماوة، وهذه سماوة شمال منطقة إب. في تحرك للمقاومة هناك في أكثر من جبهة. أبرز هذه الجبهات أو أبرز هذه الغزوات الذي أو التحركات الكمين الذي قامت فيه المقاومة. قد ربما المقاومة من محافظة لمحافظة تختلف، ربما أسلوب الغزوات هذه أضرب وهرب ربما يكون هو الأسلوب المناسب في محافظة إب أو بعض المناطق نتيجة لسيطرة الحوثيين القوية ووجود بعض المتعاونين فيها في بعض المناطق مثلها مثل إب. في الحديدة، مقاومة الحديدة تهاجم نقطة للحوثيين في شارع 90 في الحديدة، ومقتل ومصرع 3 من عناصر الميليشيا. في البيضاء المقاومة تنفذ كمين على الحوثيين ومقتل القيادي صالح الخامري و7 من مرافقيه. صالح الخامري هو ضابط كبير في الحرس الجمهوري وهو أحد القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي في منطقة البيضاء. طبعا نتيجة للقصف الذي حصل أمس لمنطقة الزؤاب في قيفة في رداع، حصل هناك أضرار كبيرة بسبب القصف الذي تقوم به ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع على مساكن وقرى المواطنين في محافظة البيضاء في رداع في قيفة. من ضمن المتابعات مشاهدينا الكرام، الحكومة في عدن تسعى لتحرير خط الانترنت بإيجاد كيبل مستقل
عن الكيبل الذي يتحكم فيه يمن نت أو شركة الاتصالات الذي يسيطر عليها الحوثيين. في محافظة شبوة توزيع مساعدات لأكثر من 15,000 أسرة في محافظة شبوة، تقوم بهذه المسألة أو توزيع هذا جمعية التكافل الإنساني. محافظة شبوة محتاجة إلى المزيد، يعني بعد يعني ربما هذه الخطوة هي الخطوة الأولى للإغاثة، أو سبقتها خطوة ب800 سلة غذائية حسب ما وصلتنا الأخبار قبل يمكن شهر. محافظة شبوة محتاجة إلى النظر في الجانب الإنساني والجانب الصحي والجانب الإغاثي، وقبل ذلك الدعم العسكري. الجيش الوطني يستعد لتحرير الحديدة. قيادي حوثي في نهم يدهس زملائه أثناء هروبه، وهذه الحالة في من خلال فترة تدخل الطيران الأباتشي على العمليات في المعركة. كثيرا ما يتكرر هذا الحادث، حصل هذا في تعز، حصل هذا في البيضاء، حصل هذا في ميدي، اليوم يحصل في نهم، أنه في حالة الغزو عليهم أو الضرب عليهم من الطائرات الأباتشي يهرب الحوثيين، القيادات الحوثية طبعا هي تهرب ما يسمى بالغناديل، فيدهسون ما يسمى بالزنابيل، فتروح الضحية 15 من هذا من هذه الميليشيات والتابع لها. في عملية وهي موضوع مهم هنا مشاهدين الكرام، البحرية دورية بحرية استرالية في البحر تلغي القبض أو توقف سفينة محملة بكميات مهولة من الأسلحة، وأثناء التحقيق تبين أن هذه الأسلحة مقدمة أو قادمة من إيران وهي باتجاه الحوثيين. ما زال حياة إيران، وإلى هذا الحد ونحن شارفنا على مرحلة استعادة الدولة واستعادة العاصمة صنعاء، وهزيمة الحوثيين قد ظهرت وبانت، لكن ما زالت إيران ترى أنه دعم الحوثيين بالسلاح وتزويدهم بمعدات القتال هو الحل المناسب من وجهة نظرهم. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بضيفنا الأستاذ عوض العولقي، ونحن قد رحبنا فيك من قبل ونعيد الترحيب. في البداية، ما هو تعليقك على موضوع التدخل الإيراني في اليمن؟ لو بدأنا حوارنا من آخر فقرة وهي كميات الأسلحة المهولة القادمة إلى اليمن، التدخل الإيراني في اليمن إلى أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معروف أن إيران وتدخلاتها المستمرة في شؤون اليمن وفي شؤون أكثر من الدول العربية، طب هي تحاول بقدر الإمكان السيطرة على كثير من الأقطار العربية ومنها اليمن كمشروع لها ما يسمى بالهلال الإيراني كما هو معروف. آخر مرة يعني أعتقد اليوم أو أمس تم القبض على سفينة قريب من خليج عمان، يعني كان بحمل أسلحة كانت يعني كدعم للحوثيين. فإيران طبعا بطبيعة الحال يريدون أن يخلقوا لهم نفوذ في اليمن عن طريق الحوثي، والحوثي طبعا يريد لها مشروع يعني إمامي كهنوتي يحمل فكر متخلف يعني عفى عليها الزمن، واجتمع بينهم الأهداف، وأيضا اجتمع بينهم مذهب وعقيدة وسلوك يعني عدائي واستعلائي، وأيضا فكر أصبوي لا يؤمن بالتعايش مع الآخرين. سياسة إيران مثلا في الصراع في اليمن، مثلا احنا نلاحظ أنه مثلا في حوار يحدث لحل بعض المشاكل أو القضايا في كثير من الأقطار المجاورة، مثلا في سوريا نلاحظ أنه كل الأطراف تدعي أنها تدعم العملية السلمية والسياسية والانتقالية في سوريا. في اليمن هل هذا من وجهة نظر إيران هو هذا الحل؟ يعني هل إيران تنظر أنه نزود الحوثيين بالأسلحة وبالمؤن والعتاد من أجل أن يطول مرحلة الأزمة ويطول الحرب لأجل نصل إلى حل سياسي؟ هل هذا التفكير بهذه الطريقة؟ كل ما تدخلت إيران في أي شان عربي حصل هناك كان يزعزع أمن وإقلاق السكينة العامة في أي دولة التي وجد فيها النفوذ الإيراني. نعم. على سبيل المثال العراق وأيضا لبنان، وما هو حاصل الآن في سوريا. وللأسف يعني اليمن كانت يعني تلحق بالمشروع الإيراني، لكن الحمد لله يعني عصفة الحزم يعني انطلقت في وقت مناسب في لحظة حاسمة أربكت المشهد السياسي برمته، وأيضا أصبح هناك يعني تقلص في نفوذ الإيراني، وأجانب إيران يحاولون بأي طريقة وبأي وسيلة ممكنة محاولة كالخروج من النفق المظلم الذي أوقعوا أنفسهم فيه. في اليمن خصوصا أهداف إيران سياسية،
عسكرية مذهبية، يعني على أي الأوتار أو أي الطروحات التي تشتغل عليها؟ البرنامج الإيراني ماذا ينفذ في اليمن؟ أجندة سياسية أو عسكرية أو أمنية أو ثقافية، أو يعني ما هو الهدف؟ طبعا إيران هي لا تبحث مثلا عن أعذار يعني كي تتدخل في الشؤون السياسية لأي دولة. أدواتها الحوثي وعلي صالح يعني، أو قبل ما يحصل هناك يعني معرفة لدى الشعب عن تحالف الفاشي والحوثي. طبعا الحوثي نعرف أنه يريد أنه إعادة التاريخ إلى الوراء من خلال فرض حكمه وإرادته على الشعب وبسط هيمنته ونفوذه على الدولة ونبذ ثرواته واستعلاء وإقصاء وتهميش الشعب. كان يرى أنه الوصي وأنه الحكم يعني محصور بين البطنين الحسن والحسين كما هو يدعي، وهذا ما تسمى بالهاشمية السياسية. أيضا صار لهم حليف يعني من أبناء هضبة الشمال كما ذكرت أنا في لقاء سابق. هضبة الشمال ما يسمى يعني ما يتم الأزيدية. طبعا أنا لا أتكلم عن الزيوت كمذهب، أنا أتكلم عن الجماعة يعني استغلت الزيدية كتوظيف لتحقيق مآرب أخرى. اجتمع هذا المذهبين الزيدية السياسية والهجمية السياسية عفوا، وأيضا الزيدية من الهضبة منطقة الشمال، ويرون أن أنفسهم هم حق بالحكم ولا غيره، وأن من يخالفهم يعني يباح دمه وماله. وهؤلاء أداة إيران، ف عملاء إيران يعني رأوا أن استغلوا الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند الشعب، طيب. دخلوا من بوابة الجرعة، دخلوا من بوابة يعني الأسعار، دخلوا من بوابة يعني الحالة المادية. فمثل ما يقول يعني الجوع كافر يعني، فهذا يعني لقد استجابة من بعض يعني ضعف النفوس يعني للأسف الشديد. طيب، أنت تتحدث أنهم يقولون أن الحكم لذات البطنين الحسن والحسين. الفاشي يدعي أنه أو يقول أنها جمهورية دستورية ديمقراطية، هو من هذا الكلام كيف يجتمع؟ واحد يقول لك الحكم ذات البطنين، الحكم لي أنا سيد وأنت مسود، وهذا يقول لك جمهورية وديمقراطية يحق لأي مواطن من أبناء الشعب اليمني أن يترشح للرئاسة، يعني كيف تفكفك هذه طبعا المسألة؟ هو عبد الصالح هو ليس من ينتمي للزيدية الهدوية أي أتباع الإمام من ذات الهادي، البطنين هو علي عبد الصالح، لا ليس هو ليس من الحكم أتباع له كما وحده قلت، يعني؟ لكن من أبناء الهضبة الذي ينتمي إليها منطقة الزيدية. فهو استغل الجمهورية كشعار يعني شعار خادع من أجل يعني يستحوذ على الحكم، ولا يعني يخرج الحكم خارج عن هذه الهضبة، أو نعم. زي ما يكون مثلا ما هو معروف عن أصحاب المطلع منطقة أصحاب الحكم. مطلع. أيوه، إنه المنطقة هذه يعني هي الحاكمة هي الوصية لا تخرج عن المركز المقدس. نعم. وأيضا إضافة لهناك أتباع الإمام الهدوي، هناك مراكز القوى التقليدية، هذه المراكز الإمام هذه الهادي قصدك أنت. أيوه، وأيضا مراكز القوى التقليدية تنتمي للمذهب يعني. طبعا للمعلومة هناك مدرسة زيدية اسمها المطرفية يعني واجهت هذا الفكر الكهنوتي، وصراحة يعني تلقت يعني عملية يعني إبادة جماعية قام بها المدعو عبد الله بن حمزة. هذا قبل قرن من قرون من اي الزمن. بس عشان بعض المشاهدين لا ياخذها مثلا ان ضد المذهب الزيدي كمذهب او ضدهم كجماعة، لا انا اتكلم عن الناس استغلوا المذهب الزيدي لغراض سياسيه. طيب، اهم المصالح المشتركه بين اليمن وايران، نحن مثلا بقول لك انه احنا مثلا في السعوديه مليون او يزيد على ما يقارب 2 مليون مغترب، في دول الخليج يمكن ما يقارب 5 كثير مليون كثير. مغترب. نعم. مصالح، استيراد، تصدير، تجاره، يعني في شيء روابط اجتماعيه، نسيج اجتماعي، ربما واحد يعني يساعدونا يدعمون اليمن، يهمهم امن اليمن ويهمنا امنهم. لكن بالنسبة لإيران هناك في أقصى المنطقة، ما هي المصالح المشتركة بين اليمن وبين إيران يعني؟ أولا بينه وبين إيران لا يوجد هناك يعني روابط أو علاقات، حتى مصالح مشتركة يعني لا يوجد يعني فكر يعني احتمال إقامة علاقة اقتصادية بينه وبين إيران، إنه أصلا في هناك تنافر بينه وبين إيران عقيدة ومذهب، وأيضا سياسيا لا نتفق فيها كثير في الأمور السياسية مع الإيرانيين. لكن الإيرانيين لها طموح في المنطقة مثل ما قلت عبر بوابة الحوثي. نعم. طيب، سياسة إيران في المنطقة العربية بشكل عام، هناك من يتحدث عنه سياسة إيران في المنطقة العربية عن طريق إثارة الفوضى، إثارة الفوضى في اليمن، في العراق، في سوريا، في البحرين، في لبنان،
تعليقك على هذا الموضوع بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ والإعلامي عبد الله نكير. مرحبا أستاذ عبد الله. الله يحييك. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله نكير، عضو مؤتمر الرياض، الناشط السياسي والإعلامي المعروف، آخر المستجدات على وجه الخصوص في محافظة مأرب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله هناك تقدم أمس في جبهة الفرضة، هناك تمشيط لمديرية نهم بالكامل. نعم. الآن يعني هي كان تقدم باتجاه نقيل بن غيلان، يفصلها الآن حدود 7 كيلو متر عن يفصل المقاومة عنه. طبعا النقيل بإذن الله تعالى أموره محسومة، وإذا سيطر الجيش الوطني والمقاومة على النقيل يصبح مطار صنعاء إن شاء الله تعالى تحت السيطرة أيضا. نعم. هناك مواجهات على حدود البيضاء مع مديرية العبدية. نعم. طبعا تدمير آلات عسكرية، تدخل الطيران أمس دمر كاتو شهو 2 أطقم و... نعم. وإن شاء الله تعالى بالنسبة للميليشيات وعصابات المخلوع بإذن الله تعالى كل يوم في اندحار. طيب، محافظة مأرب البوابة الشرقية لليمن، حبذا لو تعطينا فكرة عن حدود هذه المحافظة، يعني حدودها مع البيضاء، حدودها مع صنعاء، حدودها مع الجوف، لها حدود مثلا مع تعز، مع صعدة؟ لا، هي عندها حدود مع محافظة شبوة والبيضاء وصنعاء والجوف، هذا يعني حدود أربع محافظات، خمس محافظات حدودها مفتوحة وحدود كبيرة يعني، وهذا ما كان ما جعل الحرب يعني كانت أشد ضراوة خاصة بين صنعاء ومحافظة مأرب، حدود ما يقارب 200 كيلو والحدود مفتوحة ومناطق عسكرية، ومع البيضة كذلك يعني، ومع شبوه مرتبط بال يعني حدود كبيرة أيضا يعني ممتدة من بيحان إلى الوادي بالحارث. تمام أستاذ عبد الله، جبهة نهم يعني جبهة صنعاء هي تعتبر جبهة واحدة مرتبطة بين مأرب وصنعاء؟ جبهة نهم طبعا المسافة كبيرة، كانت المناطق المفتوحة عسكريا تقريبا حدود 130 كيلو بالعرض 200، والحين المسافة بين صنعاء ومأرب 270 كيلو، يعني أيضا مناطق عسكرية، لكن الآن المقاومة على بعد تقريبا 63 كيلو على دار الرئاسة، يعني الآن لأن مديرية نهم تعتبر الآن أولى مديريات صنعاء اللي سقطت في يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهناك إن شاء الله تعالى كما سمعنا من بعض المسؤولين وبعض القادة العسكريين أن هناك إن شاء الله تعالى مفاجأة ستكون في قلب العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى. نتمنى ذلك. كثير من الناس أصبح يعني الكل انكشف لهم ما يريده المخلوع وما يسوقه جماعة الحوثي من مشروع دمار ومشروع موت ومشروع، أصبحوا مقتنعين الكل على أن هؤلاء مرض خبيث لا بد اجتثاثه، وقد ربما أن هناك يعني مفاجآت في قلب العاصمة صنعاء، إنما منتظرين ساعة الصفر، وهناك ترتيبات عسكرية الآن بدأت يعني يعني تحت إشراف وقيادة القائد العالي للقوات المسلحة رئيس الجمهورية ونائبه، وهناك رئاسة الدار كان أيضا لها حضور، قيادة المنطقة الثالثة لها أيضا يعني ترتيبات قوية جدا. جميل. وإن شاء الله تعالى الأيام القريبة الجاية بإذن الله تعالى ستكون هناك يعني انفراجة كبيرة بإذن الله تعالى. طيب أستاذ عبد الله، نحن دائما ما نتناول ونتحدث في حواراتنا ونقاشنا عن موضوع نهم وفرضة نهم، الناس تريد أن تعرف مثلا كم حجم المساحة أو المناطق التي تم تحريرها، مثلا نهم كم عزلة، أو بالأصح من نسبة 100% كم تم تحريره من نهم، وكم المتبقي أو كم المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين، بالإضافة يعني الظروف والطبيعة الجبلية أو الجغرافية كيف هي هناك في نهم؟ المساحة بالنسبة للي حرر يعني مديرية نهم تقدر تقول محررة شبه كامل، التضاريس هي كانت حقيقة يعني كانت عامل مساعد مع ميليشيات المخلوع والحوثي. نعم، لأنهم متمرسين على الحرب الجبلية، جبلية شاهقة وبركانية. نعم. سهل تخبي فيها، سهل لو لاحظت أنت عرضت فيديوهات لبعض المغارات التي حفرها في الجبال
يعني كان يعني كانوا مرتبين ترتيب قوي، لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى ثم الشعب اليمني وقيادة الجيش الوطني يعني كانت أقوى واندحروا بإذن الله تعالى. الآن أقدر أقول لك يعني الآن مدفعية المقاومة قادرة أنها تضرب إلى داخل أصل صنعاء، لكنهم يعني تحشوا هذا الأمر من أجل تفادي الخسائر في المدنيين. في المدنيين جميل الآن هذا. أصبحت المقاومة فعليا يعني، واللي يعرف طريق الفرضة وطريق نهم ونقير بن غيلان يعرف أين تواجد المقاومة الآن. هم يغطوا كل هذه الأشياء على منشورات إعلامية، يحاولون يكثفوا إعلامهم على أصلوا قبل أيام على أنهم باجين في محافظة مارب، لكن أنا أؤكد لك أنهم أن الجيش الوطني الآن والمقاومة على مشارف العاصمة صنعاء، تفصلهم عن أرحب 12 كيلو، تفصلهم عن نقير بن غيلان 7 كيلو، وهناك إن شاء الله تعالى سيكون المدد من وسط يعني من داخل هذه المديريات، وسيكون يعني انتفاضة شعبية يعني من داخل محافظة صنعاء. طيب بإذن الله أستاذ تعالى. طيب أستاذ، اللهم أنهم منتظرين الوصول يعني إلى يعني فتح المدد بالطريق محافظة مأرب. طيب بالحديث عن مأرب أستاذ عبد الله، يعني حقيقة وأنت تتابع محافظة مأرب تعتبر بعد محافظة عدن هي أول المحافظات التي تحررت، ونحن بالبداية لاحظنا نشاط كبير، كان الشيخ سلطان العرادة موجود هناك وقيادة المحافظة كلها. أريدك تحدثني عن الأمن، عن الجوانب الصحية، الجوانب الإنسانية، تطبيع الحياة، كيف هي الأوضاع في مأرب في المناطق المحررة بالتحديد؟ طبعا الحياة طبيعية. أولا الحوثي لم يدخل محافظة مأرب كمحافظة يعني، وكان دخل في مديريتين باتجاه صنعاء ومديرية باتجاه شبوة. أما المديرية يعني ال 11 مديرية الأخرى من محافظة مأرب كانت محررة يعني. ولا الآن يعني أيضا كان تواجد الدولة بشكل مستمر في محافظة مأرب من حيث السلطة المحلية، من حيث يعني قطاع الأمن، يعني بقية ألوية متكاملة في محافظة مأرب. ما يعانيه في محافظة مأرب الناس الآن هو يعني ما يعانيه النازحين. آخر إحصائيات وصلتنا من هناك على أنه تقريبا حدود 483 ألف نازح اللي سجلوا الآن في محافظة مأرب، لأنها مثل ما قلت لك يعني أصبحت آمنة وتواجد الدولة فيها يعني لم تسقط مؤسسات الدولة المتواجدة في محافظة مأرب. تمام. نعاني في محافظة مأرب من أيضا البنية التحتية طوال 33 سنة على عبد الله صالح أحرم الجميع بما في ذلك محافظة مأرب، هذه المحافظة التي مفروض أنها من أولى المحافظات يعني لأنها مؤهلة، يعني ما هو أنها تتميز من محافظات، ولكنها مؤهلة بتضاريسها مفتوحة يعني شبه يعني تشبه مثلا مدينة الرياض إلى طيب. بعد أستاذ عبد الله بعيد. النازحين تنميتها وبناء الخدمات فيها، وكانها من أسهل ما يمكن أن يقوم به، لكنه دأب على أن يعني الرياض. أستاذ عبد الله، الرياض 150 كيلو في 150 كيلو مربع، يمكن من العشر المدن الأولى في العالم، يعني يبقى لنا مشوار طويل حتى نصل إلى الرياض. أنا أريد أن أتحدث معك. أنا أقول لك التضاريس أنها مفتوحة، يعني محافظة مأرب مفتوحة، منطقة مفتوحة، يقدر يعني يسهل فيها البناء، يسهل فيها شق الخدمات مثلا، لكنها حرمت مثل المحافظات الأخرى. أستاذ عبد الله النكير، إعلامي وناشط سياسي، عضو مؤتمر الرياض، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى السؤال الذي سألتك إياه حول موضوع سياسة إيران في المنطقة من خلال خلق الفوضى، تعليقك على هذا الموضوع. طبعا أستاذ غسان، هذا بيأخذنا إلى التاريخ. عندما سقطت بغداد يعني صرح أحد المسؤولين الإيرانيين بأن بغداد عادت لحكم فارس. متى كان حكم فارس؟ قبل الإسلام. هذا السبب يعني بغداد عادت إلى حكم فارس. نعم، حكم قبل الإسلام، وهنا يعود إلى إرث تاريخي قديم يعني، ومن هنا يحاولون إعادة هذه الإمبراطورية، لكن تحت مسميات البيت ومن هذه المسميات التي يعني تحاول يعني شخص الصف المسلمين. وأيضا ذكرت أن إيران يعني تستخدم الشعارات لمحاولة فرقة وشق صف المسلمين، دغدغة مشاعر الناس بالضبط يعني.
عملت على ذلك على وجود حكومة يعني موالية لها مثل ما حصل في العراق، مثل وأيضا في سوريا الذي يعني يتبع مذهب معين الذي يضحك على شعبه تحت مسمى القومية العربية طيب والعروبة، ولكن في الأساس اتضح في الحرب الأخيرة أنه مذهبي طائفي عنصري لا يأكل إلا من فصل معين. طيب في اليمن ما هي الحجج أو نقاط الخلل ربما الذي من خلالها تمكنت إيران أن تتسلل إلى اليمن بطريقة أو بأخرى؟ يعني فجأة وجدنا إيران موجودة تعبث في اليمن وتديره في حركات تواليها. للأمانة بكل صدق نحن في بلد تعدد سياسي متعدد يعني أحزاب كثيرة يعني فوق يعني يمكن 40 حزب، وكل الحزب يعني يشكل أغلب يبحث الأحزاب عن يعني إيرادات، كل حزب يبحث عن إيرادات، مش مشكلة من أي مكان. صحيح، وهم يمثلون جهات خارجية، لا يوجد حزب وطني، هذا بقول لك إياها يعني بصريح العبارة، يعني حزب وطني لا يوجد، يعني هناك هم فروع لمؤسسات خارجية. ما في خالص ولا أي حزب. صحيح، حزب وطني لا يوجد يعني، ومن خلال صراعات الحزب على السلطة وعلى الثروة كذا يعني أنتجت الفقر وأنتجت الفوضى وأنتجت التشريد وأنتجت حالة من الإرباك وعدم الاستقرار، حتى إذا هناك حل سياسي حل مؤقت يعني. يعني لو تلاحظ بعد كل اتفاقية فترة بسيطة يصير حرب، واندلع الوضع يعني. يصير حرب ثاني من نعم، الآخر. وثيقة عهد الاتفاق وثيقة المبادرة الخليجية وثيقة هذا الاتفاق اللي وين قصدك؟ اللي كان في وتكون السلم الشراكة اللي بحري؟ يعني انا اعطيك امثله، ولو تعطي الاتفاق حق 94. نعم هو كان في 93، يعني انا اعطيك امثله عن اتفاقيات يعني ما لم تتم بنجاح يعني. نوقع ونشخمط بس مش بالضبط مشكلة. بالضبط يعني، تمام. ومن هنا يعني الدول حصلت يعني هناك يعني ثغره دخلت منها ودعمت حزب، وكل حزب يريد ان يحصل ايرادات يعني. ممكن حزب يعني يدعي انه حزب سلفي وكذا، لا اقول يعني يدعي، لكن ممكن يعني يحصل على دعم من ايران، لكن ممكن يخدع على الشعب تحت احكام وفتاوى يعني تخدم مصالحه الشخصيه. طيب الحركة الحوثية هذه التي ظهرت، هل هي حركة يمنية كفي البداية ظهرت حركات تريد أن يكون هناك لها مشاركة مثلا في العمل السياسي والوطني وتريد مثلا تنمية للمناطق التي انطلقت منها، أو إنها من الأساس حركة خارجية المنشأ؟ في الحقيقة أن الحركة الحوثية هي أنشأها طبعا الأسبق علي صالح، وأنشأ أيضا حركات يعني دينية مثل حركات، هو دعم حركات زي حركة الشيخ ملك الوادعي من أجل يحدث صراعات في مذهبية في اليمن، وأيضا وكان هذا كان الغرض، وأيضا الغرض ابتزاز دول الخليج من أجل يعني يدعموه يعني ويبقى في الحكم. دول الخليج تستطيع تدافع عن نفسها وهي تدافع عن نفسها، ما هي مفكر في أي كيف يبتزها علي صالح يعني؟ انه ابتزها في حالة اذا خرج من الحكم، يعني انه البديل هو الحوثي، والحوثي مدعوم من ايران، ومن هنا وحرب 2009 كانت يعني حرب يعني اختبار القدرات السعودية، وانه كان حتى من الجيش من عبد الله كان مشارك، هذه معلومة يعني صحيحة، من اجل يعني جس النبض ومعرفة القدرات يعني الجيش السعودي، وهذا كانت يعني استعداد لهذه الحرب يعني، لكن تأتي رايح بما لا تشتهي السفن الحوثية. ذهبت الرياح ما لم تشتهي السفن. صنعاء العاصمة، عاصمة الدولة، عاصمة البلد، القلب النابض، يعتبر أهميتها بالنسبة للحوثيين وأهميتها في حالة طرد الحوثيين وعودتها إلى حضن الدولة وعودة الدولة إلى حضن صنعاء. طبعا تحرير صنعاء يعني تشكل يعني أهمية كبيرة نظرا لأنها يعني تحتوي على مراكز قوات تقليدية، هذا غير اللي انا ذكرته من الاتباع الهدويه، وده نعم يعني مراكز القوى التقليدية يعني أحزاب قصدك؟ الاحزاب والقوى القبليه المعروفه، نظام قبلي، والقبائل يعني بالذات في المطلع، في اصحاب المطلع يعني لهم نفوذ في الجيش، لهم نفوذ في القضاء، لهم نفوذ في الاعلام، لهم نفوذ في الثروات، في شركات النفط، في المداخل البلد. القبائل هي اللي تسيطر أم المتنفذين من بعض القبائل؟ القبائل يعني معدومة حكام هذه القبائل، مسحوقة حكام يعني. هذه القبائل في هذه المنطقة. نعم. طيب مشروع الحوثيين السياسي هل هو مشروع واضح؟ مثلا الحوثيين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني ووقعوا على نظام اليمن الاتحادي 6 أقاليم، هناك في حديث أخير لفخامة الرئيس 3 أقاليم، وهناك من يقول ممكن تصير إقليمين ممكن 4، المصلحة العامة هي الذي
تتسيد الطاولة. لكن مشروع الحوثيين إيش هو؟ مشروع الحوثيين هل هو مشروع العودة إلى الأمامة أو إلى الإمامة بإن صح التعبير، يعني بغطاء المسيرة ما يسمى المسيرة القرآنية، أم عندهم مشروع سياسي يريدون وحدة، يريدون أقلمة، يريدون ملكية؟ ما إيش المشروع السياسي الذي ممكن أنت لو سألت عنه تلاقي إجابة؟ الحوثيين ليس لهم أي مشروع سياسي، وليس لهم يعني طموح لبناء ونهضة البلد، وليس لهم يعني أي شيء يعني يدعو للتفاؤل، كونهم يعني جماعة لهم فكر يعني لا يؤمنوا بالآخر، قائم على استحلال الدماء والأعراض والأرض. لا يؤمنوا بالآخر كيف يعني؟ فسر لي أنهم لا يؤمنوا بوجود التعددية السياسية. لا يؤمنوا بالشراكة في الحكم، لا يؤمنوا أبدا، يعني يريدون الحكم، هم أصحاب الحكم، هم أصحاب الثروة، ولا يريدون أحد يعني وقيد الشعب، هم تابعين لهم يعني. وكل شيء للحوثيين. نعم، هذا مشروع الحوثي باختصار. كيف تلاحظ أنت المشروع الحوثي خلاص في هذه المرحلة يعني زي ما تقول كسر، أم أنه ما زال الحوثي يدافع عن مشروعه؟ لولا دعم علي صالح الحوثي لكان متقوقع الحوثي في كوه مران، لكنه لقى أرض خصبة وأرض وظروف خدمته مثل الثورة الشبابية والأحزاب، وهناك من الأحزاب الثورة الشبابية. كيف خدمت علي صالح الثورة الشبابية؟ خدمة الحوثي أقصد يعني. وحتى الحوثي كيف استفاد منها؟ أسمع منك الإجابة بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ والإعلامي قائد نصر من جبهة كرش محافظة لاحق. مرحبا أستاذ قائد. اهلا وسهلا بك استاذ غسان، اشكرك واشكر ضيفك الكريم والصدعية المتحدث باسم جبهات العمل بشكل عام. اهلا وسهلا استاذ قائد نصر المتحدث باسم جبهة العند العنيد. اهلا بك استاذ قائد، ضعنا في صورة اخر المستجدات في جبهتكم. اخر المستجدات اخي وعزيزي الغالي غسان وضيفي الكريم، انا في جبهة كرش كانت مواجهات مستمرة منذ ثلاثة أيام على التوالي. ميليشيات الحوثيين تلقت ضربات موجهة من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية في جبهة كرش. الوضع هناك لصالح المقاومة الجنوبية والجيش الوطني. المقاومة استعادت موضعين خلال 48 ساعة الماضية ولله الحمد، وتمكنت من تفجير آلية عسكرية للميليشيات كانت في جهة الميمنة بالقرب من جبل المشيدة اتجاه جبهات العنب الأخرى في اتجاه حيفان السابق. الوضع اليوم كان قصف عنيف من قبل القوات العدو على مناطق متفرقة في حيفان. هذا القصف يقف اليوم وبالأعنف والشكل السيري على هذه المناطق بين غزاة الوسعية والغون والكاتيوشا. المقاومة تمكنت من استهداف راجل الصواريخ للميليشيات في مواقع في جبهة حيفان، تم تدميرها بالكامل وتم السيطرة على عدد من المواقع في الاتجاه الشرقي لجبهة حيفان بعد أن كانت الميليشيات الحوثيين قد حاولت التقدم إليها. المقاومة الجنوبية تمكنت من التقدم في منطقة الشوكة ومنطقة الصافح، هذه المناطق تم استعادتها بالكامل من المقاومة الجنوبية وأبناء المقاومة الشعبية في منطقة حيفان. طيب أستاذ قائد، المناطق هذه الذي أنت ذكرت فيها أو ذكرت أنه فيها توجد المواجهات، هي في منطقة كرش، في بعد الحويمي، هي في الشريقة، يعني بالضبط وين هي هذه المناطق؟ تبع أي مديرية؟ نعم، انا ما ذكرت لك الان في الفتره الاخيره هي مناطق في جبهه حيفان. جبهه حيفان تقع بين منطقه طوب الباحه ومحافظه سعد. هذه المقاومه الجنوبيه تمكنت من التقدم الى منطقه حيفان بحوالي عمق 18 كيلو متر لتامين الحزام الامني على محافظه لحج وتأمين قاعدة العرب من الجهة الغربية. يعني هذه حيفان، هذه نعم حيفان في الصبيحة، يعني حسب ما وصلت لي في طور الباحة. نعم، في الصبيحة. نعم، حيفان هي في الصبيحة، تابعة جغرافيا واداريا لمحافظة سعد، وهي تحد منطقة طور الباحة في الاتجاه الشرقي والشمالي.
طيب الحوثيين هم يحاولون التقدم في جبهة كريش، عندما تتحدث أنه اليوم حصل في قصف من هستيري من جهة الحوثيين، هم يريدون التقدم باتجاه محافظة لحج مثلا عن طريق كريش، أم هم الآن في مرحلة الدفاع يريدون أن يتوقعون في مكانهم؟ لا، الميليشيات تريد تحاول بشكل مستميت التقدم على جبهة كرش ومحافظة لحج بالذات من اتجاهين، اتجاه جبهة كرش واتجاه جبهة حيثان والغطيطة. حصل هناك عدد من التباينات والإشكالية بين المقاومين في جبهة الغطيطة، ولكن كنا بفضل الله التثبت وحل هذه الإشكاليات وإيقاف الميليشيات عن تقدمها في بعض مناطق وجبال غبيطة. ميليشيات الحوثيين توج أنها ستستعيد هذه المناطق، لكن المقاومة هي الأكثر عددا وعدة والميليشيات تواجه ضغط كبير. هذه التصرفات الحوثيين في جبهات لحج لأجل تخفيف الضغط على ما يحصل في صنعاء من وجبهات المناطق الشمالية لما تعرض لها الميليشيات من ضغط كبير والانكسارات متواصله، هي تحاول ان تربك الراي العام وتربك المقاومه بفتح جبهات على مناطق لحج، لكن الامور ستحسن قريبا، وهذه هي ليست تسبب اي خطر كبير بالتزامن مع الانتصارات الكبيره التي تحققها المقاومه في مناطق نحل ومناطق الجوف. نعم، نحن استاذ قائد لاحظنا العميد فضل حسن والعميد صلاح الشنفره وهم في جبهات القتال، وهذا يمثل يعني صورة إيجابية لروح القيادة ملتحمه مع الأفراد في أرض المعركة. كيف هي الناحية المعنوية؟ كيف هي الروح القتالية؟ وكيف الإمكانيات؟ هل أنتم مستعدين وكل شيء متوفر لكم؟ أما زالت بعض الأمور تناشدون الحكومة بأن توفرها لكم؟ لا شك ان الدعم المعنوي هو الاهم الذي يحتاجه المقاتلين في هذا الوضع، ولكن الحمد لله تواجد الاخ القائد فضل حسن العمري وهو الركن وقائد جبهه الكرش وقائد محور العنف، التحمت هذه القياده مع القياده الميدانيه والسياسيه في المناطق الجنوبيه متوصله بالاخ المناضل صلاح قائد صالح الشنفره. هذه الفصيلين اللذين يمثلان الجانب المدني من المقاومه والجانب العسكري، لا خوف على المقاومه والجيش الوطني في جبهه كرش. جميل. هذه القياده قياده حكيمه وقياده متماسكه وقياده عقلانيه بنفس الوقت. الجانب العسكري هناك عدد من الاخفاقات في دعم جبهات متفاوته في جبهه حيثان وجبهه طبطبه، نطالب عبر قناه عدد من دائره المنطقه العسكريه والحكومه السياسيه بالاهتمام بشكل اكثر بجبهات حيثان وجبهات الغطيطه. اخيرا الأستاذ الإعلامي المتحدث باسم جبهة العند الأستاذ غائد نصر، شكرا جزيلا لك. نحن تحدثنا على كثير محاور نحن وإياك، وبالحديث عن محافظة شبوة، وأنت من أبناء شبوة، الأوضاع في شبوة كيف بصورة عامة؟ طبعا الأوضاع في شبوة هي كغيرها من المحافظات تحتاج يعني إلى فيها مواجهات، في جبهات هناك موجودة في شبوة. نحت أن المواجهات مؤخرا قبائل بعوضة مواجهة مع القاعدة، وتمكنت قبائل بعوضة من الحق هزيمة للقاعدة، وقبائل الشبوة الصراحة يعني تعتبر يعني جيوش، يعني متى ما لقت دعم أسلحة نوعية تستطيع حسم المعارك. يعني هناك في تحرك بالفترة الأخيرة للقبائل الشبوة، التحرك يعني بشكل قوي، كيف تنظر إلى موقف قبائل الشبوة بالنسبة لموضوع مواجهة الانقلابيين وحماية أرضهم وطرد المحتل؟ قبائل شبوة كانت يعني رديف يعني للجيش، يعني وكثير منهم يعني ضمن المقاومة، وبعض منها مثلا قبيلة عوال قدمت يعني شهداء كثير يعني في عدة جبهات، وقبيلة لقموش يعني استعادت يعني عدة مواقع من معسكرات في هزان وفي ريدة وفي ميفعة من حرس الجمهوري. هذا للأسف الذي ظننا يوما أنه يعني جيش اللي يحمي البلد، لكنه جيش يعني عصابات، هذا ما اتضح. وطبيعة الحال يعني ما ينقص سوى تنسيق بين القبائل. نعم. واتحادهم تحت قيادة عسكرية نزيهة مخلصة يتفق عليها الجميع. نحن لاحظنا كل القبائل هناك، العريف المصعبي والعريف أيضا لقموش النسي بني هلال، كل القبائل يعني موجودة هناك.
الدياني كل القبائل تقريبا، وهي موقفها مشرف قبائل شبوه بشكل عام. الحوثيين تواجدوا في بيحان دون غيرها من المناطق، لماذا بالذات اختاروا بيحان؟ بيحان يوجد فيها قاعدة عسكرية لا تقل أهمية عن قاعدة العند، وبيحان تمثل منطقة هامة كونها يعني تفصل بين الحدود يعني ما قبل 90، وهزيمة الحوثي في بيحان تعني نهايتهم يعني، وانفلات الأراضي المحافظة الجنوبية من أيديهم. وهناك يعني خطة يعني عسكرية إن شاء الله يعني في قادم الأيام بإذن الله يعني تبشر بالخير، وستكون هناك يعني معركة فاصلة إن شاء الله يعني ستنتهي بتحرير كامل لأراضي بيحان. استعدادات للحسم إن شاء الله. المناطق التي طرد منها الحوثيين والذي هي الآن تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمقاومة، كيف تسير الأمور في هذه المناطق؟ هي أشبه لك يعني بالآلام اللي بعد العمل الجراحي، يعني لا شك أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام وتقديم الخدمات وتحسين الأمور يعني، وتحقيق متطلبات احتياجات أبناء المناطق المحررة كما هي الكهرباء والمياه. أبرز المجالات اللي محتاجة إسراع فيها مثلا؟ هي الكهرباء والمياه، وأيضا إصلاح ما معالجة آثار الحرب، إصلاح المباني وطرقات، جانب صحي جانب إغاثي إنساني. نعم نعم. عمليات إغاثة وتوزيع سلال غذائية اليوم يعني في مؤسسة التكافل الإنساني ناصر باجنوب هذا الرئيس حقها تقريبا وزعت بحدود 15,000 سلة غذائية أو على 15,000 حالة. كيف هي الأنشطة الإغاثية؟ هل هناك في تجار يدعمون المتضررين في شبوة، رجال أعمال، أصحاب أموال، شركات، مؤسسات، الدولة، مغتربين من الخارج؟ يعني هذه كبداية منذ تحررت عتق أو يعني منذ 4 شهور 5 شهور 6 شهور ما شفناش حاجة تقدم إلى شبوة. يعني أين دور المجتمع؟ أين دور المغتربين؟ أين دور التجار؟ الحكومة برضو كمان نقول فين دورها؟ بس في بعض المناطق الأخرى كانت في حركة لمنظمات المجتمع المدني في كل مكان، في الجوف، في مأرب، حتى في عدن، وفي يافع، وفي يافع، وفي كل المناطق. لكن في شبوة ما هو المطلوب الآن من ناحية الإغاثة؟ عندك حمى الظنك يفتك في الناس. الأنشطة الإغاثية ليست مقصورة على مهام الحكومة. هذا أنشطة إنسانية، فواجب على كل إنسان يحمل ضمير يعني أن يقدم بما تجود به نفسه. من ناحية الإغاثة في شبوة هناك تجار يعني ساهموا بشكل لا بأس به يعني في تقديم معونات إنسانية، تقديم سلات غذائية ودعم الجرحى وتقديم تكاليف علاج للمصاب بالأمراض مثل حمى الظنك، وتقديم يعني خدمة علاجية. وخص بالذكر الشيخ الفاضل أحمد بن فريد الصريمة العولقي الذي يعني قدم جهود يعني صراحة يشكر عليها يعني من ناحية الدعم الجرحى وعلاج المرضى، وأيضا يعني التكفل بحفل تخرج الطلاب من شبوة في عدن، يعني كان له جهود جبارة، وأتمنى من أبناء شبوة يعني حذو حذو لأنه هذه مهمة وطنية ومهمة إنسانية. نعم جميل. لست بحاجة لدعوة لكل شخص أنه يقدم، يعني هذا مسؤول بينه وبين رب العباد. نعم، ونحن نشكر كل رجال الأعمال الذين يساندون أبناء الشعب اليمني في كل المناطق. مثال جيد الشيخ أحمد بن فريد السريمة، ونتمنى من الآخرين أن يحذون حذوه. أبرز الصعوبات التي تواجه الإدارة المحلية في محافظة شبوة، في بعض المناطق مثلا يتحدثون أنهم في نقص بالسيولة المالية، نقص بالسيارات، نقص بالأفراد، نقص بضم المقاومة. إيش المشاكل التي تواجه الإدارة المحلية مثلا وقيادة المحور في محافظة شبوة؟ طبعا المال هي عصب الحياة، يعني بدون المال صعب أن تستمر يعني الأشياء المرسومة كما يعني كما رسمت له. الصعوبات طبعا هي نقص في الإمكانيات المادية بحيث الجانب المالي قصدك. نعم بالضبط، يعني خصوصا هناك أهداف يعني لا ينقصها سوى الإمكانية المادية، وإلا أنه كثير من الشباب يعني من شيوخ وقيادات وسياسيين وعسكريين يعني يحدهم الحماسة نحو خدمة شبوة وتقديم يعني كل ما تريده ما يريده ابناء شبوة. في الجانب العسكري يعني هناك يعني طور إنشاء جيش يعني
يستوعب جميع أبناء الوطن، ليس أبناء شاب فحسب. نعم. وطبعا الحكومة الشرعية يعني أحيانا تتلقى صعوبات، يعني لها مهمات صعبة، منها يعني توفير الجانب المادي يعني في كل ما في كل شؤون الدولة ومرافق الدولة في كل المحافظات. لكن أيضا هذا لو يتكرموا التجار يعني كلهم يعني دور، فيكون برضو أفضل، لأنه أيضا هذا يدخل في إطار الواجب الوطني. جميل. تناولت المواقع الأخبار أو الأحاديث عن أنه تأتي سرايا أو أفواج من المرتزقة والمتسللين من بعض الدول الخارجية. نعم. الصديقة، وبالتالي هذه الأفواج التي تأتي عبر شبوة، تهريب إلى شبوة، هل تم ضبطها مثلا من خلال الجهات الأمنية في شبوة؟ وكم ضبط تم ضبط؟ وإلى أين تتجه الذي تخرج إلى خارج شبوة من هذه؟ إلى أين تتجه؟ إلى من؟ من الذي يتكفل بها؟ يستفيد من هذا التهريب من؟ هذه الأفواج التي تحدثت عنها هي طبعا من الدول الأفريقية، يعني جلبهم يعني ميليشيات الحوثي والانقلابيين كتخفيف الضغط عليهم في الجبهات، وأيضا زجهم في أماكن لم يدخلوها كمقاتلين وكذا، لكن كعيون للانقلابيين في إشعال الفوضى. وتم قبض العديد منهم يعني في عتق وفي مناطق أخرى، والآن لم تعد يعني هناك يعني جهود من هذا القبيل. بالحديث عن عملية تهريب النفط، هناك من يتحدث أن الحوثيين يستفيدون من عملية تهريب النفط من شبوه ومن حضرموت ومن بعض المناطق الأخرى إلى المناطق التي فيها جبهات قتال، إلى صنعاء، إلى صعدح، إلى هذه المناطق. كيف تتم هذه العملية وكيف نعالج الموضوع هذا؟ المواقع النفط والغاز هي أنا أتحدث عن تهريب النفط. مثلا أنت تمر قاطرة النفط قدام بيتك، وأنت يعني تعرف أن هؤلاء الانقلابيين، وكأن الأمر لم يكن مثلا أو أنا أو مثلا الناس، كيف يتم هذا؟ هل هذا هناك مخطط يدار برضا الأطراف في المحافظة، أم كيف العملية تصير؟ وهذا بيفتح يعني موضوع يعني مهم جدا، هو هناك يعني في أواسط الجيش الشرعي والجيش الوطني. أيوة. هناك هم أنهم متحالفين مع الانقلابيين للأسف، وهذه معلومة يجب أن تكون يعني معروفة عند الجميع، يعني ولا كيف يعني قاطرات يعني تخرج من مواقع مناطق شبوة وكذا ومناطق حضرموت وتذهب إلى ميليشيا الحوثي إلا بالتصديق من هذه أبو شريحتين. يعني أبو شريحتين، طيب أبناء الأرض هم أبو شريحتين ولا أبو شريحة واحدة؟ هناك أنا المواقع النفطية هي تقوى تحت سيطرة يعني عساكر لهم حلف وثيق يعني بينهم وبين الانقلابيين، هذه الحقيقة. يتم الترشيق في هي منطقة مهمة يعني شبوة، وهم يسعون دائما إلى السيطرة على خيوط فيها من أجل الاستفادة من التهريب. طيب محافظة شبوة هي منطقة نفطية وأنت من أبنائها، ما يحتاج. في عهد المخلوع 33 سنة أو 25 سنة منذ حصلت الوحدة بين الشمال والجنوب، ما الذي تحقق لمحافظة شبوة مثلا؟ شبوة يعني الأمانة كأنها في سلة مهملات أو أنها خارج عن الخريطة اليمنية. شبوة لم نشهد فيها مشاريع يعني تنموية ومشاريع بنية تحتية، مشاريع إن وجدت فهي أفعال أهل الخير فقط يعني. لكن للأسف يعني النظام السابق يعني قام بتغذية الصراع القبلي وتغذية الصراعات والثارات، وهذا من أجل يعني انشغال الناس يعني المطالب الأساسية. طيب تغذية الصراع القبلي كيف تستطاع مثلا في كل أغلب المناطق في اليمن شمالا وجنوبا، كيف استطاع المخلوع علي عبد الله صالح يعني كيف الطريقة تغذية الصراع القبلي؟ طبعا أحيانا الصراعات القبلية تكون هي محصلة سياسية نتيجة سياسة رفاق في الحزب الاشتراكي. يعني رفاق في الحزب الاشتراكي اليمني هم اللي قالوا لكم تقاتلوا؟ هو هناك من دخل من مع الحزب الاشتراكي وقام بمصادرة الأملاك والأراضي وهذا، فبعد الوحدة يعني وعدم وجود دولة يعني شبوة يعني غايبة فيها الدولة أساسا، يعني حصل هناك تصفية حسابات يعني، وهذا علي صالح استغل هذا الظرف كذا ودعم كل يعني وكأنك تقول انه علي العفاش يبحث عن الخلاف الموجود في بين بعض القبائل ويغذيه، حتى لو كانت القبائل في بينها تسامح او تغض الطرف لكن لازم يغذيه من اجل ان تنفجر الاوضاع. لو ابناء شبوة وجدوا هناك امن ونظام قانون حقيقي وسياده وعداله تعم الجميع لما اضطر احد يحمل السلاح يعني للدفاع عن نفسه، لكن حمل السلاح كان شر لابد منه، ولا لو وجد امن فهذا يعني المستفيد هو نظام المخلوع الدوله
وأشغل الناس عن المطالب الأساسية، واستفاد يعني من ثروة الشبوة، وهذه كانت رافدة للخزينة وثروتها التي أعلنت عنها. يعني نسبة مثلا شبوة فيها يعني قطاعات كبيرة من النفط، يعني مثلا في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، في الجانب التنموي، كم تحقق الشبوة؟ يعني مثلا كم عندنا جامعات في شبوة؟ كم بعثات دراسية أكاديمية جامعية من أبناء شبوة راحوا الخارج؟ كم عندنا مثلا في الجيش من أبناء شبوة؟ كم ألف؟ كم عندنا مستشفيات؟ كم عندنا أندية رياضية؟ أنا أعرف في نادي اسمه نادي التضامن في شبوة من زمان، من أيام الحزب الاشتراكي اليمني، ما فيش غيره في محافظة كاملة. أنا أتكلم عن الجانب الرياضي حياخذ من وقت كثير، لكن من ناحية تسألت عن التنمية، ما هي الإنجازات اللي تحققت؟ يعني في زيارات لعلي صالح للشبوة لم يفتح أي مشروع. يعني إذا كان هناك مشروع الغاز المسال في بلحاف، هذا مشروع يعني غنيمة، أو سمي ما شئت، يعني مكسب له للإصابة، يتقاسم بها بالربح. يعني يستفيد أبناء شبوة من التوظيف في هذه أبدا المنشآت؟ أبدا، ما حد يتوظف من أبناء شبوة. بل هناك تم طرد يعني من الموظفين من شبوة في شركة النفط. طيب، حصلت مواجهات في تحدثت أنت عنها، والمواقع نقلت الموضوع هذا في عن موضوع تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة يظهر من حين إلى آخر في أكثر من منطقة، في شبوة، في عدن، في تعز، في أبين، وبعض مناطق أخرى من منطقتنا ومن العالم. من الذي يحرك هذا الملف؟ الحوثيين وعفاش بعد حتى في المناطق المحررة الذين خرجوا منها، يعني سخنت الشغلة وصار تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة له كلمة على الساحة. كيف تفرز هذه الأمور؟ المواطن عادي يتساءل، يعني يقول أين القاعدة وأين هذه التنظيمات، يعني أثناء وجود الحوثي وأثناء وجود القوات علي صالح في أثناء الحرب يعني في الجنوب، نعم، ما ظهروا إلا بعد تطهير عدم تطهير اللحج وأبين والضالع. هذا المؤشر يعني أعطى يعني صورة يعني لا تقبل تأويل أو تشكيك، بأن القاعدة هي أداة من أدوات علي صالح. يعني لم تشهد هناك مواجهة بين القاعدة والحوثي، ولم تشهد هناك أيضا يعني مواجهة بين حرس الجمهوري والقاعدة، ولم يستهدف القاعدة من قيادات الحرس الجمهوري. القاعدة اللي في المكلا، ما تعليقك على وجود القاعدة؟ من تخدم؟ هل هي القاعدة أم أنها قاعدة علي؟ يعني وكيف يستفيد منها؟ حضرموت منطقة نفطية ومنطقة مهمة جدا. تسليم الجيش المعسكر للقاعدة في المكلا، هذا السيناريو وتكرر في 2011 عندما قامت ألوية في زنجبار في 2011، تسليم المعسكرات للقاعدة من حيث إرباك المشهد السياسي وتعقيد الوضع بشكل كامل. وأيضا أبناء المناطق يستغربون، يعني أين الألوية، أين الجيش، أين هذا، كيف القاعدة يعني تستولي على المعسكرات وتجوب في الشوارع يعني دون حسيب ورقيب. هذا يعطي مؤشر أن هذه القاعدة ما هو إلا يعني أداة من أدوات علي صالح، وابتزاز للعالم أنه إذا حصلت أزمة ستنشط القاعدة ويريد أن يكسب أموال من تحت فزاعة القاعدة. طيب، القاعدة، هل هناك يوجد تناغم أو تنسيق بين القاعدة وبين الحركة الحوثية مثلا، أو بين الحوثيين؟ يعني أنت بناء عن الحديث اللي أنت تحدثته أنه ما حصلت بينهم مشاكل عندما كان الحوثيين في عدن، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ يعني في بعض المناطق، في شبوة، في حضرموت، هل هناك تعاون عن طريق مثلا أنت تهدأ وهذا يظهر؟ هل عن طريق تعاون، تدريب، عن طريق مثلا إمدادات؟ يعني صور التعاون بين الحوثيين وبين القاعدة. ظهر في فيديو مسرب عن أحد المنتمين للقاعدة والذي انسحب، نعم، عندما اتضحت له الصورة بأن القاعدة هي عملية تمثيلية فقط من أجل تخويف الشعب ومن أجل استهداف قيادات يعني أو شخصيات يعني مناوئة للانقلابيين. وهذا ما وضح به أنه يعني القاعدة لم تدخل في مواجهة مع الحوثي أو مع الانقلابيين. فأيضا القاعدة كما ذكرت يعني هي أداة مفروقة من قصر الرئاسة، و قصر الرئاسة السابق. أيوه، ذكرت أيضا معلومة أن التناغم بينهم وبين الحوثيين
قاعدة. أنا ليش سألتك هذا السؤال؟ لأنه في فيديو عرضناه هنا، قبائل الحمير والغموش يفجرون طقم عسكري، وهذا الطقم العسكري كان ممتلئ بالأسلحة. هذه الأسلحة هناك من يتحدث أنه يعني تبادل فيما بينهم. أيضا هناك شيء مهم، يعني القاعدة يعني وصفت رئيس هادي بالطاغوت بالمرتد، وأيضا بعد استشهاد اللواء جعفر محمد رحمة الله عليه يعني حللت كبرة القاعدة بقتل ما وصفت بالأوصاف التي لا تمت يعني للشهيد بأي صلة، وأيضا الحوثيين يطلقون نفس الأوصاف على هذه القيادات يعني، فهذا التناغم بينه وبين الحوثيين والقاعدة. نعم، القاعدة هناك بيئة معينة مثلا في مناطق ريفية في مناطق صحراوية، أم أنها تستطيع أن تتحرك في أي مكان؟ يعني مثلا موجودة في شبوه، موجودة في بعض المناطق الريفية أخرى، في أبيان قد ربما موجودة في مناطق أخرى من المنطقة. البيئة المناسبة للحوثيين المناطق الريفية والمجتمع القبلي أم المنطقة التي هي مجتمع متميز؟ البيئة مناسبة للحوثيين وأيضا للقاعدة هي البيئة التي لا تتوفر فيها المدارس أو المساجد لتنوير الشباب وتنوير أبناء البيئة وتبصيرهم بأمور دينهم، فيأتي الحوثي أو من هالقاعدة فيؤثر عليه بعقليته وبسلوكه ويعطيه بعض من الكلام ومن الشبهات، يعني ما يعني يكون في حيرة من أمره ويرى أنه على حق. يعني مثلا القاعدة في بدايتها يعني ظن الناس كثير من الناس أنهم أهل خير، أنهم يعني يقولون شرع الله ولازم يعني رفع كلمة الله وكذا، لكن هذا كانت شعار دقدقت مشاعر الناس وتحقيق يعني أهداف سياسية. طيب أنت تلاحظ ما يحدث الآن مثلا في عدن، عمليات قتل، اغتيال الشيخ عبد الرحمن العدني، اغتيال العقداء والشعراء ورجال العلم والكلمة واغتيال المواطنين. آخر حاجة كان العملية التي حصلت وأنت تابعتها، حركة الإرهاب اللي حصلت والقتل في دار المسنين. تعليقك ما هي أول حاجة الرسالة من عملية الاغتيالات الذي طالت حتى دار العجزة والمسنين؟ مجزرة دار العجزة ليس الهدف سياسي بحيث أنه يتم استهداف قادة سياسيين، وليس هدف اقتصادي بحيث أيضا يتم استهداف يعني موقع يعني اقتصادي أو بنك أو مصرف، وأيضا يعني الهدف منه هو إثارة الرأي العام ضد الشرعية وتكريس ثقافة العنف لكل شيء جميل في الوطن. لاحظ معي لكل جميل في الوطن، نعم. هذه كلمة سمعناها في، وأيضا تصوير أن عدن هي بؤرة الإرهاب وهذا غير صحيح. المستفيد من تصوير عدن إنها بؤرة الإرهاب أو بؤرة الفوضى، من المستفيد من هذا العمل؟ الذي انهزم في حرب تحرير عدن هم المستفيدين، كي يقولون انظروا لعدن كيف صارت بعد ما خرجنا منها، يعني ومن اجل يعني المدح ومدح حكمهم واللي شهد به يعني في ظل وجودهم في عدن يعني ليس الا. طيب انت تحدثت انه هناك من جهات او اطراف يحاولون ان يلعبون بافكار ويغررون بعض الاشخاص، وكأنك تشرح لي أن المسألة هي فكرية أو الآفة هي تبدأ آفة فكرية. كيف نواجه أو كيف نعالج هذه المسألة؟ هي المسألة تبدأ بتعبئة وتحريض، يعني هناك من يتحدث أنه لو كان الحجاب الناسف يؤدي بك إلى الجنة لكان اللي أعطاك إياه هو يلبسه ويروح الجنة. فبالبداية كيف تكون المعالجة للفكر؟ هي المعارضة هي بالحوار، مدارس، جامعات، ندوات، يعني شبابنا كيف يتجهون إلى هذا؟ وأنا ذكرت أيضا سابقا أنه البيئة التي استقطبوا فيها شباب وأطفال وزجهم في عمليات التي تخدم القاعدة هي بيئة لا توجد فيها يعني مدارس أو توجد فيها يعني محاضرات يعني لتنوير وتثقيف الشباب وأبنائنا بأمور دينهم. طبعا دور العلماء يكون دور مهم يعني في تبصير الناس وفي وضع توضيح الشبهات ويعني عرض الحكم من الشريعة التشريع الإسلامي في عدة مسائل في الفقه، هذا سيكون معالج أساسي لوضع حد للتطرف والإرهاب. شكرا جزيلا لك أستاذ عوض العلغي، شكرا لقبولك الدعوة وشكرا لحضورك. العفو أستاذ غسان. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام، غدا في 7 مساء يتجدد اللقاء، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.